يعني الواحد عايش بغرفة صغيرة بس عشان يضلوا إنه قريب على الأقصى، ونضل مرابطين في الأقصى وإقراب عليها حتى نحافظ على الطابع المعماري والحضاري للمدينة المقدسة وحمايتها من خطر الانهيار وتدعيمها إنشائياً بما يضمن استمرارها لسنوات طويلة قادمة وصمود سكانها وزيادة فرص بقائهم وعدم نزوحهم إلى خارجها. كان إنجاز ترميم منزلي إياد ومصطفى ضمن مشروع ترميم عدة منازل داخل وخارج البلدة القديمة في القدس خلال حملة قبس لعام 2021-2022، حيث كانت تعاني المنازل من رطوبة شديدة. التهوية كانت في سيئة، تم معالجتها بعمل شباك للمطبخ. يعني حتى في محلات في هذه الدور اللي أنا بحكي عليها اللي هي بالحوش عنا، حتى قيمة يعني مش صالحة من مرة، حتى فيها الفيران بتطلع منها، الصراصير بتطلع منها، الرطوبة ما كلتها أكل. الأولاد الصغار عمالهم بيعيوا، الزلام الكبار صدرهم الواحد حالتهم يعني على الأكسجين. لذا هب وقف الأمة، ومن خلال تبرعاتكم بالمساعدة والترميم لهذه المنازل القريبة من المسجد الأقصى المبارك. يعني الواحد عايش بغرفة صغيرة بس عشان يضل إنه قريب على الأقصى، ونضل مرابطين في الأقصى وإقراب عليها، والحمد لله رب العالمين. يعني كنا قابلين بس هلقيت الحمد لله إننا مبسوطين في هذا الإشي اللي صار. وحتى نرمم منازل مقدسية أكثر ونساعدهم على الصمود والبقاء فيها، ونقف أمام كل محاولات إلغاء الوجود الفلسطيني في المدينة، نستمر معكم في مشروع ترميم المنازل في مدينة القدس المباركة. التبرع عبر موقع وقف الأمة. وقف الأمة لنشاركهم.